الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمؤسسات ومؤسسات المجتمع المدني والمراكز النسوية في القطاع بالتزامن مع الضفة الغربية خرجت ضمن سلسلة فعاليات ستكون تلوى بعضها البعض، ولكننا ابتدأناها اليوم الاثنين 10/2 بهذه الوقفة الاحتجاجية لنرفع صوتنا عاليا للعالم ولدول الجوار ولكل من سمع بفلسطين وسيسمع بها أننا نرفض صفقة القرن المزعومة، نرفض هذه الصفقة، صفقة السلام أو خطة السلام المسمومة. نعم نرى بها أنها مسمومة، أنها تحاول شرعنة الاحتلال الإسرائيلي. الحركة النسوية الفلسطينية لها دور في كل الأوقات وفي كل المجالات. هذا المكان هو مكاننا، دائما نقف هنا للتعبير عن مواقفنا الوطنية، واليوم نحن نعبر عن رفضنا الواضح والكامل للمشروع الصهيو أمريكي الذي أعلن عنه ترامب ونتنياهو في الفترة الأخيرة في الأسبوع الماضي، ونحن نقول لا لتمرير مثل هذه المشاريع التي تهدف إلى تقويض قضيتنا الوطنية. نحن منذ 70 عام أقدامنا ثابتة في الأرض وستظل ثابتة وسنظل باقون ولن نستسلم أو نتراجع. نحن أصحاب الأرض وأصحاب القضية، ولا يجوز لترامب ولغير ترامب أن يتصرف بمفرده وأن يعني يقوم بتصدير هذه الصفقة. هذه الصفقة بالنسبة للفلسطينيين هي انتهاك لكل القوانين والأعراف الدولية، هي انتهاك لحق الفلسطينيين في دولة فلسطينية وعاصمتها القدس. القدس عربية وستبقى عربية وفلسطينية، ولا يجوز لترامب ولغير ترامب التصرف فيما ليس ملكه. لا بنخاف ولا بنركع، لا بنخاف ولا بنركع، لا بنخاف. نفديك يا فلسطين بالراح بالدم، نفديكي بالراح بالدم، نفديك يا فلسطين. الجماهيرية الحاشدة والتي تتنكر لكل مرتكزات قضيتنا الوطنية، فلا وألف لا التحالف المعادي بأن نواجهه باستعادة وحدتنا الوطنية لحماية حقوق شعبنا. لم يعد يحتمل استمرار حالة الانقسام في لنتوحد في وجه تهديدات نتنياهو.